في هذا السياق ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون الإيصالية الأستاذ شكيب شنان. مرحبا بك أستاذ شكيب. هل تعكس هذه التصريحات أستاذ شكيب مراوحة لبنت في مكانه، أم أنها حقيقة انفراجة في ضباب حكومته وانتصار ربما أو ترجيح كفة لصالح بنت لبيد على نتنياهو؟ دعنا نقول الحياة السياسية الإسرائيلية تصب في مجريين أو تسير في مسارين. المسار التنفيذي، الحكومة تقوم بعملها على أحسن وجه وتدير البلاد بشكل ممتاز، وهنالك مسار سياسي متأزم جدا نتيجة التوازن أو المساواة السياسية الموجودة بين المعسكرين المعارضة والائتلاف، وهنالك محاولة من المعارضة بكل طريقة إيجاد كل طرق الإبهام الممكنة لخلق جو تستطيع من خلاله اقتناص نائب إضافي واحد، مش مهم منه أي سمكة راح تعلق على الصنارة ستصطادها المعارضة ومهما كان الثمن. أما من الجانب الآخر فيقوم رئيس الحكومة، وهذا يصب في مضمون ما لم يقله في تصريحه اليوم، يعني هو ونائبه أو القائم بأعماله يائير لبيد وزير الخارجية يعملون بكل جهد لإجهاض محاولة المعارضة اقتناص الشخص 61. يعني لا نير أوربخ ولا أيلت شكيد ولا غيداء زعبي ولا مازن غنايم، كلياتهم هن أي واحد اسمه لا يذكر من 60 الذين يشكلون المنتمون للائتلاف هو ما هدف بالنسبة للمعارضة. وعلى ما يبدو أن لبيد وبينت ينجحان المرور أسبوع آخر لن يكون به خطر إسقاط هذه الحكومة. يعني 61 لم يستطع نتنياهو الوصول إليه حتى الآن، وهذا يرجح كفة بينت ولبيد. يعني إعلان جدعون سعر أنه لم يكن مفاوضات ولا توجد مفاوضات مع الليكود، المحاولة لإيجاد سباق بين أوربخ وشكيد وكرعي من يسابق، إعلان غانتس عن عدم رغبته بكونه الحزب الذي سيكسر الحكومة، الصراع في داخل القائمة العربية الموحدة فيما يتعلق بمازن غنايم، الصراع في حزب ميرس وشخصيات سياسية مركزية ذات تأثير في اليسار الإسرائيلي مثل رئيس الكنيسة السابق أفرون بورغ وغيره، يحاولون جاهدين إيجاد حل مع النائبة غيداء زعبي. كل الأمور تدل، والمظاهرات التي كانت نهار أمس من شمال البلاد إلى جنوبها دعما لحكومة التغيير، جو كعارم يدل على وجود صراع ليس فقط أدمغة، تحول أيضا إلى صراع في الشارع، المظاهرات بجانب البيوت والدعوة إلى استقالة غيداء الزعبي ومازن غنايم وغيره، كلها تدل أن بنت ولبيد يديهما فوق يد نتنياهو. نعم. حتى الآن. وهذا يعني مثير للاهتمام، وكمطلع على الحلبة السياسية أستاذ شكيب، بنت كان له تصريح كذلك في غاية الأهمية، ما فعلته حكومتي خلال عام واحد لم تستطع الحكومات الأخرى فعله في 10 سنوات. هذا منطقي أم أنه مجرد ترويج؟ أي مجرد ترويج ومحاولة منه أنه يفرجي أنه حكومته إيجابية وممتازة ومنيحة، ولكن الحقيقة أنه الشارع الإسرائيلي أو اليمين الإسرائيلي مستقتل، خلينا نقولها بالعربي مستميت. نعم. مستقتل، أنا عارف أنه بعرف كلمة مستميت. نعم. بس أنا قصدا أستعمل كلمة يعني مجروح على الآخر من أجل إسقاط هذه الحكومة بسبب واحد بسيط جدا، أنه لا يروق لهم
وهذا للأسف في نوع من العنصرية لا يروق لهم. نعم. الشراكة العربية في داخل هذه الحكومة. أشكرك جزيل الشكر الخبير بشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان على كل هذه المعلومات وكل هذا التحليل. شكرا جزيلا لك. بابا مساءك.